شو حياتي هلسي هلسي شو عملت فواكه وشوية سيريالز و أوميغا 3 بوست فيتامينز هلسي هيك عم بتروح أو أتليست أنا على حالي البحر عندهم بيعقد 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 لونه أزرق أخضر فاتح كتير حلو مقسم البحر family area couples area وبعدين في عندكم سويتس فنحن هون لأنه بالسويت تبعنا بحق لنا كابانا اللي هي ما شايفين تخت أحلى نومة بالدنيا مناشف دفنتلي بيعطوكم يهون على المدخل مثل ما شفتوا أو الكولورد وانز الموج رائع الهوايات حلوين كتير مش معقول Welcome to the Bahamas A lot is happening. كتير اشياء بتصير بهذا الاوتيل بتصير وقت تقولوا اوكي وين نبلش؟ وين بلحق؟ مش عم بلحق. وعينا على الترويق نزلنا نزلنا على البحر صورنا البحر اللي حكيت فيهم شفتهم الكابانا القعده الاولاد على البسين ما عم بتهدوا هي صارت الساعه 12 كده الماركت برانش بيفتح على الساعه 12 ونص and so on and so forth. النوم كانت بتعقد من اريح الخوت اللي قاعد فيهم نايم فيهم الرواق ماكسيموم بتوعه بتفتحوا الشباك بتشوفوا البحر ومد النظر وبنرجع على السيربريز تبع امبارح في هدية صغيرة to celebrate Easter لكل واحد من الأولاد وأنا أجينا هذا الكيك نسينا نصوره أو بعد ما صورني ما عرفت أنا صورت هيدا عجبني منظر صورنا فوتو أنت علاء تعتبر بيجي كيك هالقد حلو السيجار كتير مشغول صح هالصورة ما بعرف من وين جايبينه أنا نسيت وينها يعني It's a whole cake. موس او شوكولا. بعدين هذا كمان بيتاكل. يس! كريم!
شوكليت فيونتين كرامبل. واو هو الالي. فكرت عم تاخديهم. عم بعطيك. نحن رح نترككم من هون وننزل على الماركت برانش. ماركت برانش happens على الغداء بالويك اند، كأنكم بماركت بلايس. فيري نايس سيت اب، ستيشنز كتير حلوين، لايف ستيشنز رائعين. ناطر هيدي اللحظة صار لك فترة وبتذكرها ساعت جيت من أول مرة وفتنا على المطبخ طبخنا مع الشفية والأجواء وكمية الأكل والكرم والبرزنتيشن. It's Saturday Market Brunch at روتانا سعديات. رجع ملتقى كل مره مثل كان جد مثل كانه يعني ما اعرف بعضنا كثير كثير منيح، مع انه ملتقى مره بالسنه بس الشباب هون بيستقبلوني مثل كاني خيهم صغير. اكيد يور ذا بيست. والله يو ار ذا بيست. شو طابخين اليوم؟ شو عندنا تشويسز؟ شو عندنا ستيشنز؟ في عندنا كل شيء. البرانش تبعنا از ميكس اوف ايفري. رح تلاقي في عندنا فروم ذا روسري فروم ذا مكسيكان ذا ايطاليان ذا عربيك اند اول لايف ستيشنز. كل لايف ستيشنز. وي هاف فيش ماركت ذا بوتشر شوب from the sushi, from the caviar, Indian. From the oysters, from the Indian, from the Asian. ما بعتقد في برانش شايفينه بحياتكم فيه كمية لحم هالقد. بسم الله عليكم الكرم. كل شقفة لحمة هالقد. تستاهلون. وبعد كمان في عندنا حمص بس little bit different. Twisted حمص. في عندنا حمص مع أفوكادو مع بيتروت، حمص باللحم. حمص مع بوميجرينيت مع روستد بيل بيبرز فيوجن حمص. كله لايف ستيشنز. كله لايف قدام الزبون. كله لايف وقدام الزبون. حتى الخبز اول هوم ميد، كله مطبوخ عجين وكل شيء عندنا بالفندق. ما في جبنه معقول الواحد يستحليها منا موجودة هون عن جد من كل المناطق كل الأنواع البلو تشيز وحدة وكريمي. We have here fresh lobster Canadian, we have Alfonso, we have tuna, red tuna, scorpion, then we have dusty grouper, west fish, black tail and John Dory. They have one ticket in your table, so you need to bring this ticket, just pick your seafood, after we cook we bring your table. Caviar time.
قبل ما تعشوا قبل ما تبلش موسيقى لازم اخبركم على البرانش ماركت برانش. خبرتكم انه اتس فارمرز ماركت اتس ان اكشن ماركت اتس ايفريثينج يو مايت ايماجين. كل شيء معقول تتخيلوه موجود هون. انتبهتوا الكرم، انتبهتوا الترتيب، انتبهتوا النظافة، انتبهتوا قديش الحك الاكل عم يحكي، منه ملزق منه ملبد منه ظاهر من البرات، كله فريش كله عم ينعمل دغري. شو بدكم فيه؟ منبلش من اهين شغله، من ابيض شغله ومطلع للكافيار. الخبز معمول هون، السمك هلا وصل من شوي، اللوبستر عم بيهز كله سوا. اخوات وبعد ما ظهرنا لبرا الماركت برانش هابنز افري ساتردي، كل نهار سبت من الساعه 1 للساعه 4. بتشربوا بتنبسطوا بتتسلوا بتلعبوا بتنطنطوا بتسافروا حول كل العالم بمحل واحد. وبلشت الموسيقى بدنا نولعها. Here we go. Amazing. هيك رح نبلش، هيك رح نبلش. رح نبلش بشو؟ بشو؟ احزروا احزروا على السريع. اكيد بحمص. رح نبلش بحمص بيتاكل بالمعلقة. رح نبلش بحمص مع ليك 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 شو كريمي. Oh my god. بلا توم مشغول صح. Very smooth. هو عمل لي اياهم هلا بايده. كل ليكو ليكو سنوبر ليكو الكرم ليكو شوك بيتروت. استعملت زيت المعلقه وحطيتها بالاربعه because I'm not sharing. هاي خبركم سر صغير، انا اجمالا ساعة تشوف هالقد اكل وبشوف هالقد عجقة وناس واقفة بالصف بتقطع بليتك، بس هون ما عم تقطع بليتك، بالعكس فاتحة وفاتحة كتير منيح. رح ابرم على البيفيه كله سوا وعبي صحن كتير كبير لأنه في كتير أشياء عبالي أعملها، استعملت كلمة كتير كتير مرات وبيستاهلوا. ومن آخر ملتقى على الطاولة بصحن الكتير كبير تكتير ننبسط. ولا سبقونا على الطاولة ما لحقت بعد اسكب الصحون اللي خبرتكم عنهم. طلبت لوبستر فيكم تاكلوا قد ما بدكم، فطلبنا شقفتين يعني اثنين لوبستر كاملين للطاوله. فريشري جريلد ريحه الشوي بتسطل من فيري فريش سوبر فريش. سوبر 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 فريش سوبر فريش. سير تونة، هاي مش لحمة. طلعوا رائعة رائعة رائعة. شافت لحمة تندر لوين سير لوين اندري باي. او ماي جودنس. ما تزيدها يا أنطوني، رح قلكم شو الموضوع. الموضوع انه يلي بتاكلوه بهاي اند ريستورانت، يلي بتاكلوه بمطعم كتير مرتب، يلي بتطلبوه على الطاوله بسعر كتير عالي، هون عم بحط لكم اياه بقلب بوفيه. بقلب بوفيه في عندكم تونه، في عندكم لحمه، في عندكم لوبستر. الطعمه بتعقد، الجو كتير حلو، الويترز كتير حبوبين، الضحكه عنجد كيسن بيت اند ايفريثينج ان بتوين. وسلف بعتذر على الكاميرا اللي عم بتهز لانه نال عم تاكل، هي عم بتصورني قد ما الاكل طيب فعملت الكاميرا هيك. حياتي ما عم بسأل عليك، بالعكس صحتين. اليوم اتس ميت داي. طلعوا البريسكت والشغل الحلو. وين بي بوفيه؟ طلعوا اللحمه هون، طلعوا اللحمه هون كوكت ميديوم. وصلوا؟ شو عم بتلحقوا؟ رح نودي اللوبستر بس تنشلحهم كلساتهم. عندهم بيف ويلينغتون.
ميت اكسترا باجانزا. And cold slow. وأكتر 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 وعم تسمعوا in the background live entertainment. الناس مبسوطة، الأجواء كتير حلوة، فيكم تقعدوا برا أو جوا والهوايات البحر الحلو. Cheers to an amazing lunch. تزبط الغنية بتقول سمسم كل دقيقة وسمسم على الترويقة وسمسم كل دقيقة سمسم سمسم. فرجعنا من بعد الماركت برانش اليوم على الغداء، لفوا خلصوا نظفوا جددوا وصار وقت الإفطار. في نعمل كومبيتيشن مين أطيب خروف هيدي الجمعة، لأنه صمدي تقريبا شي 6 أو 7 خواريف. ما بينقال ولا كلمة، مش معقول قديش مرتب، قديش غني، قديش كريم، قديش ستوب حلو والترتيب مرتب. طلعوا قديش الحلويات حلوين وبيفتحوا النفس والقبلية والشهية. طلعوا هول اللي ما شفنيهم ولا محل قبل، بسمون شاورما. Very nice. السلادات حلوين، الخروف حلو، الجو حلو، البرزنتيشن حلوة، اللايف كوكينج ستيشنز حلوين. واو، رح يفكوني بايست او عندي ايد واجر، فليش انه هالقد عم اتحمس على هذا الاوتيل. بعتقد بيحكي عن حاله قديش الغدا كان مرتب، قديش الافطار مرتب. بس نحن ما رح نتعشى هون، انه الاولاد عبالهم يتعشوا تحت اون ذا بيتش، و هسه نتعشى تحت اون ذا بيتش مثل ما الاولاد بدهم. اتس هوليداي، فاميلي هوليداي وذ كيدز. يس، بس أنا رح لأمس شوي. وين العشاء؟ تورتل باي. أنا بينجو. تورتل. عشينا سوا ليلي بتورتل باي فل، كل الطاولات معبين. انا تاني مره هيدي هون، قبل مره طبخين مع الشيف كتير مهضوم. ويلكم باك. بس فل يعني، بقول انا فل، الناس فوق بعضها، فما راح اقول له بدي فوت عندك على المطبخ لانه بيضربني. قاعدين برا تحت الضو، صوت المي، بلو لايتس، طقس كتير حلو، طقس رائع، هوايات حلوين. شو ما تعشى؟ حمص. سوشي. شو عنا الليلة؟ الليلة عنا سي فود ميلي، ستارتر سالاد كريسبي كالاماري، ستيك تارتار، تشيلي لايم تشيكن أو سبينتش. عنا ساشيمي أند ماكيز دفنتلي، سيجنتشر تو شير ساشيمي 9 بيسز أند 16 بيسز بلاتر، دروبار سموكت بيكل شريم بيف تاتاكي لوبستر تونا
Surf and turf. This is nice. Just saying. And the fish and chips. From the land, في Angus beef, Wagyu lamb, Oriental mixed grill. So نفهم إنه when land meets the sea, seafood and meat. Sushi is a small part, but في nicely grilled stuff, fresh fish display, lobster and scallop. Interesting. Very interesting. سوشي انديد رزيتهم مظبوطين خفيف مش ملبدين مش ملزقين نايس بالانس ومش سويت هو وليدك عم بيضحكوا عم بيتعلموا ياكلوا تشوبستكس اليوم لأول مرة مش اوتوماتيك مانوال تشوبستكس مش حالهم for a first time And then لحم medium dead very juicy من برا مشوي وعم نحس بطعمة النار شاتو بريون أخذنا لوبستر مع باستا أخذنا فرايز عم نقضي ليلة كتير حلو كان ودعكم لأنه اليوم very long day صار قطع تقريبا 10 ايام 9 ايام من السفره اخر كم يوم التعب يعني استويت بين اديتنج وتصوير وركض وشمس واليوم ضربتني الموجة حسيت باوجاع وين ما كان بس عم اقضي وقت كثير حلو بكره في شيء كثير حلو فرجي الاولاد اللوفر يلي كودو كور من احلى الاشياء اللي شفتها بالامارات ابراهاميك فاميلي هاوس فيري نايس افطار فوكيتس طبعا شانزليزيه يا لا جود نايت عم نقضي احلى وقت اذا بدنا نقول نسال الاولاد احلى اكسبيرينس من الاربع اوتيلات اللي برمنا عليهم وين هون لهلا كلهم كتر خيرهم كلهم روعه بس هون كلنا الاولاد هون فايب كمان فاميلي فاكيشن حسينا وير هوم اميزنجلي بامبرد and super professional team.